مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي تكلمنا فيه على أغرب الملفات اللي تناولتهم الأستاذة زين بخيار اللي هي محامية بهيئة الدار البيضاء، من أغرب الملفات اللي أطلعوا عليها في المسار المهني ديالها. أستاذة، تفاعلوا معك المغاربة بشكل كبير في ذاك الفيديو وتيتواصلوا معك، إذا كان ممكن تعطينا اليوم قصة أخرى في موضوع اخر. يعني استاذ يوسف، من هذا المنبر كنحييكم لانكم كديروا فينا الثقه وكتزكيونا، الحمد لله. الله يوفقكم نتوما في الشباب الناشئ اللي عطى للصحافه شي حاجه. ولكن تمسي مني باش نقول لك شي قصه بحال ديك القصص اللي هي عاديه. اول ما بديت المحاماه يلاه كنت ثاني حتى هي راه تقريبا يلاه خرجت من التمرين شي سنه. واحد كنت كنمشي لواحد الحمام جوار ديال الدار ديالنا، ديك الساعه ما كنتش مجوجه. واحد السيده اللي هي كساله في الحمام، جست سميتها نقولها لان باينه سميتها رحمه. تعرف هذوك الناس ديال الرزازات، الراجله تاهم الرزازات، هي في الحمام تحك النساء وفي الحمام تحك الرجال. وكان ديك الساعه بيناتهم كان فارق مع جوج مره اخرى، مشى واحد كان ديك الساعه عندك حق جوجة جوج ثلاثه اربعه، ما كانش التعدد خاص ديال المسطره خاص الموافقه، لا كان الراجل كيكون مجوج مراه وجوج ثلاثه وهي ما عارفاش. كان خاص كتجي عندنا مراه هي جالسه في الدار ومطلقها الراجل، مطلقها وكيولد معاها وهي ما فراسهاش، وكتجي تفت الناس كيقول لها لا. شحال من فات دوزهم في هذه الحاله، تمشي تلجا للقضاء، ما كانش داك الشيء ديال جينيه ما جينيه، كيقول لك انت طالقه وهي جالسه معاها في الدار. كاين عندنا بزاف من فات ثاني في هذه الناحيه الطلاق، المراه مطلقه وجالسه في الدار، ومراه اخرى ثاني مجوج بها، والثانيه والثالثه، حتى كيموت ذاك الراجل عادي موجين ذوك الربعه. كانت الحمد لله دابا المدونه عطات شي حاجه كبيره بالنسبه لتنحيو دابا المشرع المغربي اللي عطاها المدونه، لان نصفات المراه، لان المراه تصور كنا كنديروا دعوات النفقه، من كنديروا دعوه ديال النفقه شحال كانت تحكم للدري 1000 فرنك للدري، 100 ريال 1000 فرنك للدري، كانت عاديه. ولكن المراه واحد الحاجه اللي كانت هذيك الظاهره اللي كانت ديك الساعه، كنا كنشوفوا المراه ما كتبغيش الطلاق، الراجل كيضربها كيسلخها كيدير عليها الدغار، تيفسد عليها كيجوج عليها كيدير لها كل شيء، كتبقى لان كانت وكان اللي كيبغي يجي يطلقها توسي رجلي باش ما يطلقها. بزاف ميتات دوزهم في هذا المنبر، من ضمنها واحد السيده كانت جابت لي ندير لها التطليق الضرر، ما تربح 17 عام وانا في ذاك الملف ابتدائيا، رفضوا لها استئنافيا في النقد 17 عام وانا في ذاك الملف. ملي تحكم الملف، ملي تحكم لها بالطلاق، بدات كتبكي قالت لي علاش طلقتيه. هذا الشيء في هذه وهذه القصه اللي كنت غنعاود لك اللي كنت بديتها ما كملتهاش، عدتني. المهم هذيك السيده اللي سميتها رحمه مسكينه كتحك في الحمام درويشه، واحد المره باغا راجلها بغات واش ما كان. المهم درت لها مسطره ديال النفقه، المحكمه حكمت لها بينو شوز، كان تينوعي واحد الزميل الله يرحمه هو الزوج ديالها، كانت باغا ترجع ليه. انا كندير وساطه بيناتهم باش يرجعوا، الا انه كان مصر لما يرجعش. قال لي القاضي احكم لي بالنشوز، انا تصدمت، يلاه بادي في حياتي المهنيه، بان لي خروقات طالع عند الاستاذ لا الله يذكره بخير والله يرحمه الاستاذ السيسي في محكمه السيناف، كانوا ديك الساعه القضاة قارين الشريعه دايرين الطربوش وداك الشيء في ذاك العهد، كانوا معروفين كيديروا الشرع بوحدهم ماشي بحال اللي من طلعت عنده غادا ويعجب ديال الكتوبه بانها انت راه علاش بنيت. انا بان لي بحال زعما دار شي حاجه، علاش درتي؟ لانه شوج هي عمرها ما تبلغات شي حاجه، عمرها هي ما عارفاش، كان داير لها رجع البيت الزوج سنين قبل وهي ما فهمتش وما رجعتش، ولكن هي ما فهمت والو، ما قاريه ما فهمه والو، مع العلم ان هي باغي ذاك الراجل. بقينا ما نديرو لها، كي غندير تنذكر مع الاستاذ اللي كينوب عليها، الاستاذ رجعوه، مرة باغي راجلها ما حل الاستحاله ديالو، الرجوع ديالو. وانا قلت لها اش غندير، درت مسطره ديال الرجوع للبيت الرجل لبيت الزوجيه، لان قلبتيها دابا رديتي الراجل يرجع للبيت، لان نورمالمون كنديروا الرجوع لبيت الزوجيه بالنسبه للمراه، انا درت الرجوع لبيت الزوجيه بالنسبه للراجل. وفعلا حكم لي الاستاذ شباب في المحكمه ملي كانت هذه ديال الاسره كانت هنا في الحبوس، حكم لي ب الرجوع الزوج لبيت الزوجيه، ونفذت عليه وشال العون القضائي وجابه وبقى عايش معنا معاه حتى مات. هزيتو الراجل وديتو للدار؟ حطيناه عندها في الدار،
عن طريق القوة العمومية، عن طريق مفوض قضائي. واش قال هو؟ ما قال والو، لأن جا العون قال خاص ترجع للدار. حيت قال لهم لا ما غادرجعش غيمشي الحبس. ما يمكنش، لأن تحقير مقررات قضائية. بحال بالنسبة للمرأة اللي جاي الراجل اللي رجعها وما بغاتش، راه تسمى تحقير مقررات قضائية. تبعتي معاهم انت ديك الاسره، يعني انه شنو دار من بعد ملي رجع؟ بقى العلاقه ديالو مع الزوجه مزيانه؟ تبعت معاه بان العلاقه بقات مزيانه، مجوجين مجوجين عادي. انت مات هو وهذيك السيده من اللي مات جوجت في واحد الراجل، انت واحد جار داك كانت عندها بنت مرته، والمشكله هذيك المراه ديالو كانت كتنتقوا معاه في الحمام. هذاك الراجل اللي كان عساس في واحد العماره كنتلاقاو مع المراه ديالو في الحمام، كتقول له هذيك رحمه كتقول لها كون عقدتي راجلي عبد الضحك. وما انا تعجبت، مات الراجل نيت من بعد 5 سنين ولا 6 سنين قبل، وهذيك الرحمه هي صدقت كتبت لذاك الراجل، وبقات مجوجه به الى يومنا هذا. انت هي جارتنا اللي راجلي عسات في واحد العماره كتجي للحمام، كانت كتضحك معاه ديما قدامك كتقول لها رحمه خذي راجلي. وفعلا انت مات السيده، مات في 6 سنين من بعد، وليت هذاك السيد جات تزوج بهذيك السيده هاد برحمه، وباقا مشوف الجبي الى يومنا هذا، باقي جيراننا الى يومنا هذا. واللي اللي مات هو اللي كنتو نتوما رديتوه لبيت الزوجيه؟ واللي كنا ردينا صحه لبيت الزوجيه، وبقى حتى مات عندي تزوج بعد يعني اول مره غتردي الراجل لدارو بقوه القانون بحكم. دابا عندي مسطره مرجعيه، انا ما اول مسطره وقلا اخر مسطره مرجعيه اللي يقدر يستند على اي واحد ويدير رجوع تزوج لبيت الزوجيه. رديتي الراجل. هنا والسادة عندي واحد الملاحظة، دابا عطيتيني القصة ولكن اللي تنور رأي العام أكثر في الموضوع مزيان. نعلم جيدا أنه التعديل اللي دار في مدونة الأسرة في 2003 أعتقد، الناس كتسمع واحد موافقة الزوجة، هي ما كايناش موافقة الزوجة، كاين الإطار القانوني. أنا غنوضحوا لك والسادة وأعطيني إذا كان فيه تعقيب مرحبا. اللي تنور الرأي العام، القانون التعديل المشرع شنو اللي وضعه؟ انه الزوج له الحق انا وتزوج الاولى والثانيه والثالثه والرابعه انطلاقا من الشريعه الاسلاميه. شريطه ماذا؟ ان يعدل بينهن. هاد مساله يعدل بينهن اللي خداتها النيابه العامه والقاضي اللي كيصدر، واش لك من الامكانيات ان تنفق على هاد الاسر؟ هنا الى عندك من الامكانيات انك تعيش هاد الاسر كيوافقوا لك تاخذ الثانيه والثالثه والرابعه، الى ما عندكش الامكانيات كيكون رفض. على اساس النيابه العامه كتخبر، كتولي اخبار، كتخبر الزوجه الاولى بانه راه تجوج عليك. هذا هو الاطار القانوني. هذا الاطار القانوني بالنسبه للمدونه الحديثه الجديده، راه يمكن الراجل يتزوج جوج ثلاثه اربعه على اساس انه يدير يتقدم. ماشي غادي المراه تعطي الموافقه بلا ما تعطي الموافقه، الموافقه على التفريغ ديالها ماشي الموافقه. صحاب واش هي اللي غت النيابه العامه كتخبرها راه تجوج عليك، الا بغيتي تبقاي بقاي، بغيتي تطلقي لك الحق جيب لها السيده وصافي. حضرت راه غادي يبرر وغادي يتزوج على اساس يكون عنده ماديا ومعنويا، وقدر تجوج ماشي هي المراه اللي غتعطي الموافقه باي صفه. باش نقولوا حنا يعدلوا ولا ما يعدلوش، راه القران الكريم قال تزوجوا ما تناولوا ثلاثة وأربعة ولن تعدلوا. الله سبحانه وتعالى عارف بان ما يمكنش، ولو حرصتم، لان ما يمكنش تعدل بين راه ما يمكنش، ما كتجوج من الاولى الثانيه انت كتبغي، ما يمكنش. راه ما كاين حتى شي واحد تقدر تعدل بمئاته ماديا، ولكن معنويا لا يعقل، لا يعقل. يعني ضروري ما غيكون واحد التقصير في شي جانب. لا كان ضروري، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت احب النساء اليه كيقولها هو كيموت، هي كانت عائشه وخديجه ام المؤمنين. راه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة ديالو هو رسول ومحبوب لدى الله وصلى الله عليه وسلم خير البشر، وراه قال لك انا كنت خير النساء، كنبغي عائشة وكنبغي خديجة. اذا ما يمكنش عاد معنوي، ما يمكنش تحكم الواحد في قلبه ولا شي حاجة. اما الناحية المادية راه عادي، راه تقدر يكون واحد لاباس عليه جوج. الموضوع هو هناك مرجع على قصة او ملف اذا صح التعبير، زوج رديتيه بقوة القانون بحكم قضائي للزوجة، صحيح؟ والسادة الحلقة المقبلة ان شاء الله مشاهدينا الكرام اللي تنوي الرأي العام اكثر في موضوع هاد القصص اللي تناولت استاذة زينب اللي بطبيعة الحال حوالي او اكثر من 40 سنة وهي في المحاماة. لا مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملفات والقصص اللي دوزات الاستاذة. مشاهدينا الكرام، عليكم المواطن، شكرا لكم.